مساء الخير يا شباب، معاكم ثروت سامي من لايت اكاديمي، والفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل بيمنت في فلاتر. مبدئيا كده هديك نظره عامه للموضوع. هنستخدم حاجه اسمها ويب فيو في فلاتر، وهنعمل سيرفر موجود باستخدام نو جي اس، والبيمنت جيت اواي بتاعتنا هتبقى باي بال. ازاي هنربط كل الحاجات دي مع بعض؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. بس اول حاجه نبتدي نجهز الحاجات اللي هنستخدمها. مبدئيا كده بما اننا هنعمل السيرفر بالنو جي اس، هنعمل داونلود للنو جي اس. تمام، تروح على نود جي اس وبعد كده تعمله داونلود. بعد ما تعمله داونلود تعمله انستول، وتروح على الفي اس كود تنزل الاكستنشن بتاعته، تعمل انستول للاكستنشن بتاعت النود جي اس دلوقتي. تمام كده خلصنا موضوع النود جي اس. تعالى بقى دلوقتي عايزك تروح على حاجه اسمها باي بال ديفلوبر داشبورد، ودي اللي بتدخل عليها عشان بيديك كل حاجه هتحتاجها في السيرفر، الى جانب حاجات تانية هنعمل بيها تيستنج. تعالى نشوف ايه الحاجات اللي بيديها لنا. هتدخل على طول هتلاقي هنا عامل لك الصفحه دي. طبعا انت مش عامل لوجن، فهتدخل هتلاقي بيقول لك هنا لوجن تو داشبورد، اضغط عليها. لو مش عامل اكونت اعمل اكونت وبعد كده ادخل، هيدخلك على نفس الصفحه دي بالظبط. دلوقتي هنا بيقول لك الابس بتاعتك اللي موجوده. حاليا انا عامل كذا اب للبيمنت لان كنت بعمل تيستنج ليه، بس الاب اللي هنشتغل عليه اسمه بيمنت تيست. انت ما عندكش اب، اعمل اب كريت اب على طول. كل اللي بتدوله بتديله الاسم بس مش اكتر، وبعد كده كريت اب. تمام، دي اول خطوه. هندخل بقى على الاب. اول ما بتعمل الكريت اب هو بيدخلك على طول عليه. انا هدخل عليه اهو ونشوف هو موفر لنا ايه. اول ما تدخل عليه هتلاقيه موفر لك حاجه اسمها ساند بوكس اكاونت، وبعد كده كلاينت اي دي، وبعد كده حاجه اسمها سيكريت. تمام قوي. طب ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي هنستخدمها، هنحتاجها في السيرفر عشان السيرفر يبقى عارف، لان السيرفر ده اللي هياخد الفلوس من اليوزر اللي هتتحول. طب هيحولها لمين؟ هحولها لمين؟ لازم يبقى معاه مكان مع بيانات الشخص اللي هتحوله، فهي دي البيانات. فده هنحتاجها ونشوف ازاي هنستخدمها. تمام، دلوقتي بقى انا عايز اعمل في التستنج، انا محتاج اكونت مبدئيا ابعت من عليه، فمحتاج اكونت يكون فيه فلوس وجاهز اقدر استخدمه يبعت من عليه فلوس. فطبعا انت ممكن تشتغل عادي جدا وتعمل بيانات حقيقيه واكونتات حقيقيه فيها فلوس حقيقيه وتشتغل عادي، بس بما ان ده احنا هنعمل تيستنج فهنستخدم حاجه متوفره لنا فمن باي بال اسمها ساند بوكس اكونت. بتدخل عليها هو تلقائيا بيبقى مديك اكونتات فيك، عامل لك ثلاثه، واحد الرئيسي بتاعك اللي هو ده الاكونت بتاعنا اصلا، واثنين باي ديفولت معمولين. تمام، احنا هنستخدم الاكونت ده الباي بيرسونال. ده اكونت فيك، لو رحت على فيو اديت هتدخل هتلاقيه مديك معلومات عنه. اضغط عليها كده هتلاقيه مديك الاسم واللاست نيم، وبعد كده مديك الايميل والباسورد. غير الباسورد بس عشان لما تيجي تعمل لوجن بالاكونت ده يبقى الموضوع بسيط، واعمل سيف. وكمان مديك حاجه اسمها الفاندنج اللي هو الفلوس الموجوده فيه، هتلاقي لك ان موجود فيه 500. طبعا مش مهم الوحده دلوقتي، يعني مش هنتكلم فيها، بس دايما دي بتبقى ثابته باي ديفولت، الوحده بتبقى كده. تمام، نقفله. والاكونت بتاعك لو دخلت عليها هتلاقي نفس البيانات بالظبط هي، فبرضه هنغيره له الباسورد بحيث ان احنا لما نيجي نعمل لوجن باستخدام الاكونت ده، لان الاكونت ده اللي هيتحول عليه الفلوس. واعمل سيف، وتعالى تحت هتلاقي بقى ده مدي لك في حاجه زياده الاي بي اي كريدنشلز، لان ده الاكونت اللي اتبعت عليه فلوس فلازم يبقى عندي بيانات بتاعته. تمام، فتعالى في الفاندنج هتلاقي بقى مديك برضه نفس الكلام، مديك في فلوس موجوده عنده عشان لما نيجي نعمل تحويل الفلوس نفهم بجد هل الفلوس اتحولت ولا ما اتحولتش. فزي الفل كده كده احنا معانا الاكونتات. تمام، طب لو حابب بقى اعمل لوجن للاكونتات دي اعملها فين؟ لو كتبت هنا ساند بوكس paypal.com هتدخل هتلاقيه موديك على صفحه بتاعت باي بال اصلا، بس دي صفحه كلها تيستنج. يعني انا هعمل لوجن، شايف تسجيل دخول، وهسجل دخول بقى بالاكونتات الفيك بتاعتي. يعني تعالى نسجل بالاكونت ده، يعني خده كده وتعالى نسجل بيه. يعني اعمل بقى كده تسجيل هنا اهو، اعمل لوجن. طبعا الباسورد انت غيرته، هكتب الباسورد الجديد اللي انا عامله واعمل لوجن واشوف اللي هيحصل. هتدخل على دخل بالفعل على الحساب وقال لي هنا المبلغ بتاعي. طبعا انت ممكن تغير المبلغ زي ما انت عايز، ده رقم خيالي يعني رقم فيك اصلا. طبعا دي بيمنت انا عاملها بحيث ان انا كنت بعمل تيستنج للبين، بتاكد اذا كانت شغال ولا لا قبل كده. بس عامه احنا هنشوف كل حاجه دلوقتي شغاله ولا لا. ده انا كده عملت، انا حبيت اوريك لما تحب تعمل لوجن للاكونت كده. احنا تقريبا يعني الفيديو ده انا بس عايزك تعرف موضوع الباي بال ديفلوبر داشبورد والساند بوكس اكونتس، ده اللي انا عايزك تعرفه. عملنا داونلود للنود جي اس،
وانستول الاكستنشن. دي اول حاجه هنعملها في الفيديو. والفيديو الجاي هنبتدي نعمل بقى السيرفر بتاع النود جي اس. وبكده اشوفك في فيديو المره الجايه، ومع السلامه.